أهلا بكم مرة أخرى، ما زلنا نتابع مع حضرتكم أخبار تنسيق الجامعات وقبول الطلاب في الجامعات تزامنا مع تسجيل الطلاب في المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات. خليني أقول لحضرتكم في البداية إن الكثير من أبنائنا الطلاب يتساءل عن الجامعات الأهلية وشروطها وإزاي ممكن الطلاب يقدموا فيها وأيضا تنسيق الكليات فيها. معلومات كثيرة بالتأكيد هنعرفها مع حضرتكم في هذه التغطية. هنبدأ من تصريحات أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية بالمجلس الأعلى للجامعات، واللي قال إن هذا العام بدأ القبول في 12 جامعة أهلية جديدة تضم 64 كلية، ستبدأ العمل لأول مرة في تخصصات مختلفة منها التقليدي ومنها المستحدث. أضاف أيضا أن نظام القبول بتلك الجامعات هذه المرة هيكون عن طريق مكتب التنسيق الحكومي، وسيقوم المكتب بعمل مرحلة منفصلة لا علاقة لها بالقبول بالجامعات الحكومية، ويتناول فيها الطالب الرغبات حسب حاجته، معتمدا في ذلك على مجموع بالتأكيد والحد الأدنى للقبول وعلى وجود أماكن شاغرة. وزارة التعليم العالي قررت قبول الطلاب بكليات هذه الجامعات الأهلية وترشيح الطلاب بها في مرحلة تنسيقية مستقلة، هذا وفقا للحد الأدنى المقرر. وتقرر البدء في هذه المرحلة في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 23 من أغسطس حتى الثلاثاء الموافق 30 من أغسطس، ذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. تضم هذه الجامعات 9 كليات جديدة، منها 9 كليات طب جديدة و5 كليات طب أسنان جديدة و3 كليات علاج طبيعي جديدة. وبالنسبة للمصاريف فهي أقل من الجامعات الخاصة، على سبيل المثال يعني مصاريف كلية الطب تبدأ من 80 وحتى 90 ألف جنيه هذا العام. ننتقل لجزئية أخرى هامة وهي بخصوص التنسيق، نروح لتنسيق كليات الجامعات الأهلية واللي أعلنتها وزارة التعليم العالي. هننتقل للجزئية الخاصة بالحدود الدنيا المقررة، الحد الأدنى المقرر للقبول بكليات الجامعات الأهلية وتكون على النحو التالي. الحد الأدنى لكلية الطب بنسبة 82%، أما الحد الأدنى لكلية طب الأسنان بنسبة 80%، والحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي بنسبة 78%، أما الحد الأدنى لكلية صيدلة بنسبة 74%، الحد الأدنى لكلية الطب البيطري بنسبة 70%، أما كلية الهندسة بنسبة 68%، وأيضا كلية علوم الحاسب بنسبة 62%. كلية العلوم الأساسية، عفوا، كلية العلوم الأساسية والتكنولوجيا الحيوية، هذه الكليات الجديدة 8 كليات، وأيضا تكنولوجيا العلوم الصحية واللغات والترجمة، وأيضا كلية الاقتصاد والإدارة وكلية التربية وكلية الإعلام وكلية الفنون التطبيقية، وأيضا كلية العلوم الاجتماعية والسياحة والفنادق وكلية الحقوق والقانون وكلية التمريض وكلية آثار وكلية علوم سينمائية. كل هذه الكليات بنسبة 55%. إيه هي الخطوات اللي ممكن ياخدها الطالب علشان يقدم في هذه الجامعات الأهلية؟ الخطوات الواجب اتباعها لإبداء الرغبة طبعا للالتحاق بهذه الجامعات الأهلية من خلال موقع التنسيق الإلكتروني. في البداية يقوم الطلاب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، وذلك من خلال طبعا شبكة الإنترنت، وبعد ذلك الدخول والضغط على رابط التسجيل بالجامعات الأهلية، ويقوم الطالب بتسجيل رغباته في الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة، ويقوم الطالب بطباعة الرغبات وإيصال التقديم. ولمزيد من المعلومات يجب على جميع الطلاب بالتأكيد يعني مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب والتي ترد على موقع مكتب التنسيق الإلكتروني عن طريق الإنترنت. أما طرق التعرف على نتيجة الترشيح، بالنسبة لطرق التعرف على نتيجة الترشيح، النتائج هتكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغبته عليه، ويمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع. إلى هنا تنتهي هذه التغطية، وكنا خصصناها مع حضرتكم عن كل التفاصيل الخاصة للتقديم في الجامعات الأهلية والقبول بها وأيضا التنسيق في الجامعات الأهلية. شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.